السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع بومرداس لنقف على الإشغال تاع الطريق السريع اجتنابي لمدينة بومرداس، واللي نشوفوها هنا في الصورة هذه. نشوف هنايا المسار تاع الطريق الاجتنابي تاع مدينة بومرداس، واللي يمشي باتجاه هنا باتجاه منطقة الكرمة، ما يسمى الكرمة اللي فيه. سوف تكون لنا صور بعد النهاية نتاع العرض هذا. وللعلم أن هذا الطريق هو جزء من الطريق الساحلي لولاية الجزائر وبومرداس إلى حدود دلس، واللي ينطلق من منطقة برج البحري هنا. ونشوف هنا الماء يجي هنايا وبولاية الجزائر العاصمة، ثم يمر داخل ولاية بومرداس هنا ليمتد إلى حدود منطقة دلس باتجاه دلس مع الطريق هذا هنا. نشوفه هنا، وهذا هو الطريق الساحلي. إذن بدون إطالة نروح نشوف صور تاع الأشغال اللي تعود إلى المنطقة هذا. هذا هو الشطر نتاع الطريق السريع هذايا اللي راه قيد الأشغال وتقرب النهاية تاع الأشغال تاعو، يعني حسب التصريح نتاع والي ولاية بومرداس أنه هذا الطريق سوف يسلم نهائيا قبل بداية في الصائفة هذه تاع 2023، لأنه الأشغال تقرب من النهاية وسنشاهد ذلك في الصور. أترككم تتابعون. إذا هذه الصور، والسلام عليكم. هناك شطر تاع 3.5 كيلومتر في البلدان، واللي راه في مشاهدة أخيرة من أجل وضع حجز الخدمة، وسيتم ذلك بمناسبة دخول موسم الصياف. وثاني المهم بالنسبة للولاية هو مشروع الطريق الاجتنابي لمدينة بومرداس، وإنهاء التواجد بالشطر الأول منه اللي يمتد على 2.8 كيلومتر. الآن نحن بصدد الرتوشات الأخيرة قبل افتتاحه مع دخول موسم الصياف، وسيسمح كذلك بربط المدخل الشرقي لبلدية بومرداس بمدخلها الغربي، اللي راح يربط الطريق الوطني 148 بالطريقين الوطنيين رقم 5 ورقم 24، وسيمكن كل مرتدي الطريق والمتوجهين إلى الجهة الشرقية للولاية، خاصة شواطئ الولاية، من تجنب بلدية بومرداس والقرصون التي كانت تشكل نقطة سوداء في موسم الصيام. إذا هذا المشروع كذلك مشروع مهم جدا، وسنواصل إنجاز الشطر الثاني اللي يمتد على 8 كيلومتر، واللي راح يسمح بكذلك تنمية كل هذه المنطقة وتسهيل حركة المرور لكل السيارات والعربات التي تتوجه نحو المنطقة الشمالية الشرقية. يعني الأسبوع الثالث شهر جوان سيتم افتتاح هذا الشطر اللي فيه 2.8 كيلومتر. بالنسبة للطريق الوطني رقم 68، فالشطر بتاع 3.5 كيلومتر في شهر جويلية بحمد الله، وسنعمل على استكمال المشروع الذي حدد له أجل نوفمبر 2023، في حين أن الشطر الثاني لهذا الطريق الاجتنابي سيتم استكماله قبل نهاية سنة 2023.